on a lire on a man faire le son ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sayyidi waladi adam nabiyir rahma wal malahim wa rasulil khair wal makarim kama amarakum bidhalika rabbu jalla wa ala fa qala ta'ala qawlan karima إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك وحبيبك محمد ابن عبد الله البشير النذير والسراج المنير ورد اللهم عن أئمتنا وسادتنا أئمة الهدى والدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحب أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والتقى واهدهم سبل السلام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ ديننا وبلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين اللهم نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة اللهم تقبل طاعتنا ودعاءنا وأصلح أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.